وللأشعار آلهة تغني وتنثر درها في كل وادي. سقيت قصائدي غزلا وحبا وعطر دماء أبطال البلاد. أيا شعرا تغذى من وجيبي وأعلى رايتي فوق البوادي. بريق الشعر يروى من لهيبي وحب الأرض يحيا في الفؤاد. مرحبا بكم أبنائي طلاب الصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي في هذا اللقاء الذي يجمعنا معا نقلب فيه صفحات النصوص الإثرائية في كتابكم المقرر. وطاب لنا أن نبتدئ هذا اللقاء بأبيات من الشعر لزميلنا الشاعر والدكتور فراس عبد الحليم، موجه اللغة العربية في تربية اللاذقية، والآنسة نرحب بها أيضا جمانة توفيق عمران المدرسة في مدارس تربية حمص. أهلا بك. يطيب لنا في هذا اللقاء أن نجيب عن تساؤلات أبناء الطلاب إن وردت على الاتصال حسب الأرقام الواردة أو على الصفحة المباشرة على التربوية في صفحة التربوية على الفيسبوك، بالإضافة إلى ما يمكن أن يصل فيما بعد من رسائل أو تعليقات، كون هذه الحلقات محفوظة ويمكن لنا أن نعيد كما قلنا دائما أن نجيب عنها في أي وقت وإن كان خارج أوقات هذه اللقاءات. مرحبا بكما ضيفي الكريمين من جديد، آنسة جمانة توفيق عمران مدرسة في تربية حمص، أهلا وسهلا بك. نتمنى أن تقدم لنا تمهيدا أو إضاءة عامة حول النصوص الإثرائية الموجودة في كتاب الثالث الثانوي. أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلبة. طبعا وحدة النصوص الإثرائية هي موجودة في نهاية كتاب الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي. طبعا تدرس هذه النصوص وفق ما درسناه في النصوص السابقة وتنمي لدى الطالب المهارات المختلفة. طبعا تحوي على 4 نصوص أدبية ورواية واحدة بعنوان عرس فلسطيني لأديب النحوي. إذا انتقلنا إلى النص الأول فهو بعنوان في غد تزحف الجموع للشاعر سلام عبيد. طبعا الشاعر سلام عبيد هو شاعر سوري ولد في مدينة السويداء وتوفي فيها. طبعا هذا النص ينتمي إلى الأدب القومي، والأدب القومي درس في الوحدة الأولى للثالث ثانوي الأدبي بعنوان أدب القضايا الوطنية والقومية. طبعا يعالج النص قضية قومية وهي تصوير الفرح بالوحدة بين سوريا ومصر، ومعاني النص تصور الحس القومي للشاعر وتدل على انعكاسات أهم تطورات الشكل في عصره. وقيلت هذه القصيدة قبيل الاستفتاء على وحدة سوريا ومصر عام 1958. طبعا ننتقل إلى النص الثاني وهو بعنوان معاناة مغترب لفوزي المعلوف. طبعا شاعر لبناني، في هذا النص يتحدث عن معاناة المغتربين في بلاد الغربة أو في بلاد المهجر، وأيضا يتناول الحنين والشوق ويركز على المعاناة النفسية. طبعا هذا النص ينتمي إلى الوحدة الثانية لطلاب العلمي بعنوان الغربة والاغتراب في الأدب المهجري. أيضا ينتمي إلى الوحدة السادسة للأدبي بعنوان أدب القضايا الاجتماعية. أما النص الثالث فهو بعنوان رواية، أو هو رواية بعنوان عرس فلسطيني. طبعا لأديب النحوي، هو أديب سوري له عدة روايات وهذه الرواية هي إحداها. طبعا الرواية تنتمي أيضا للوحدة الثالثة للعلمي والوحدة الرابعة للأدبي بعنوان فن الرواية. يتحدث في هذه الرواية عن الواقع الفلسطيني ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء الجرائم الصهيونية، فهو ينتمي إلى القضية الفلسطينية لأنه يتحدث عن معاناة أبناء الشعب الفلسطيني. أما النص الرابع فهو بعنوان صديقتي للشاعر عبد الباسط الصوفي. طبعا شاعر سوري أيضا ولد في حمص، فهو ينتمي إلى الأدب الوجداني، والشاعر في نصه يتناول الواقع المؤلم الذي يعيشه ويشعر الشاعر باليأس، إلا أن الأمل ينبثق إليه من جديد. ففي النص يتحدث عن مشاعره وأحاسيسه ويستعرض متى يسيطر عليه اليأس ومتى يسيطر عليه الفرح. وختاما النص الأخير بعنوان الفقر والإحسان للشاعر حافظ إبراهيم. طبعا هو شاعر مصري يتحدث عن قضية اجتماعية ويربط الفقر بالمثل الأخلاقية، ويدعونا في هذا النص إلى مساندة الفقراء والوقوف إلى جانبهم ومساعدة أصحاب العوز والحاجة. وبذلك تكون انتهت وحدة النصوص الإثرائية، وطبعا تدرس وفق ما درسناه في النصوص السابقة. تمام،
يعني هي تجاوزا نقول عنها وحدة، لكن هي كما لاحظنا أن لها ارتباطات في الوحدات السابقة. نعم. يعني كل نص له ارتباط بوحدة سابقة، سواء الأدب الوطني والقومي أو الأدب الاجتماعي أو الأدب المهجري أو وحدة الرواية. هنا نحن يعني في سلسلة هذه اللقاءات التي تأتي ضمن ندوات امتحانية، يعني ندوات هذا الشهر هي بعنوان ندوات امتحانية، بغض النظر يعني تناولنا في هذه النصوص كاملة أو جزء منها أو انتقلنا إلى غيرها، الرسالة أننا نعالج دائما هذا النص وفق المهارات التي اعتاد الطالب أن يتدرب عليها. لذلك هذه النصوص يعني هي شأنها شأن نصوص الكتاب، شأنها شأن البيت الخارجي الذي يأتي، شأنها شأن أي نص يمكن أن يكون الطالب قادرا على تحليله وتطبيق مهارات مختلفة، سواء لغوية أو نحوية أو صرفية أو بلاغية أو يعني فيما بعد ضمن التعبير أيضا الأدبي، أن يكون الطالب قادر على النظر إلى هذا النص أو التعامل معه كأي نص آخر. فهذا الأمر إذن هو يعني نحن الآن في النهايات والأبناء الطلاب يتحضرون الاختبار، ونريد دائما يعني نقدم في هذه الإضاءات، يعني يقوم المشرفون الأولون التوجيه الأول في الوزارة بالتعاون مع الفضائية التربوية، يعني الشكر للجميع بتقديم هذه الإضاءات لأبناء الطلاب، فنحن بصدد تقديم يعني جرعة مريحة للأبناء الطلاب، وليس الغاية أن نقوم يعني أن ندخل بأعماق وتفاصيل نص هم درسوه أصلا، وإنما نذكر دائما بالمهارة التي يتمهر الطالب فيها فينقذ نفسه أيا كان البيت وأيا كان النص، فيصبح الأمر اعتياديا. وهذه هي رسالة النصوص الإثرائية، أن يتعامل مع النص كأي نص آخر. لذلك نحن سنقوم بتطبيقات تقليدية روتينية بمثلها مثل أي نص آخر، كي تكون الرسالة واضحة أن هذا النص هو نص من نصوص الكتاب ولا فرق بينه وبين نص آخر. تمام. دكتور فراس، نبدأ مع النص الأول. أسعد الله أوقاتكم جميعا، وأرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا. ومفيدا. نعم. طبعا النص الأول. أنا أعتذر عن مقاطعتك منذ اللحظات الأولى، يعني لدينا اتصال. هالة من دمشق. تالا. تفضل يا تالا. بس عندي كم سؤال. ارفعي الصوت قليلا. نعم. هلا القيمة اللي بمروءة وسخاء بالأبيات هي التعاطف مع الفقراء. تعاطف مع الفقراء. طيب هل من سؤال آخر يا تالا؟ وعندي سؤال إعراب الجملة أن أرى مجدا ثنا، جملة ثنا. وكمان نعم. عندي سؤال الصورة ترضي العلا، شرحت الصورة ووضحت أهمية السعي وراء تحقيق الأهداف صح؟ شرح الصورة. أعيدي. أهمية السعي وراء تحقيق الأهداف. نعم. وكمان طيب. عندي سؤال مثلا بإعراب الفعل دعو، نقول فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وإذا اتصل بتاء التأنيث الساكنة لازم أنه أحكي أنه اتصاله بتاء التأنيث الساكنة أنه مبني على الفتح، ولا أقول بس مبني على الفتح؟ تاء تأنيث تعليل التاء. انه انا بدي انه الاعراب بقول انه لانه اتصل بتاء التأنيث الساكنة ولا ما بنحكي. طيب هل من اسئلة اخرى؟ لا هدول بس. طيب اتمنى يعني ان يسمح وقت الزملاء في الاجابة، وستأتيك الاجابة تباعا في سياق الحديث، لكن يعني انا اجيب عن السؤال الاول بالنسبة الى موضوع القيمة. القيمة يعني لا ينظر الى النص بشكل عام، يعني دائما ابدا لدينا مثلا العاطفة ولدينا المشاعر العاطفية، فالقيمة لا تظهر إلى النص عموما، قد يكون عموما يعني لها معنى لا شك أن هناك قيمة تتحقق، ولكن القيمة التي ترد في وفق التوصيف الوزاري قيمة في البيت الواحد، فكل بيت سيختلف عن الآخر بجزئيات، وإن كان المحتوى العام هو واحد، وإن كان حركة النص واحدة، مقولة النص واحدة، ولكن قد تختلف بشيء بجزء أو بآخر من بيت لآخر. فتدربي يا تالا على القيمة في البيت الواحد وليس على القيمة عموما. كذلك في العاطفة كما نقول الأبناء تدربوا على المشاعر العاطفية في البيت الواحد وليس على العاطفة العامة التي تنتمي إلى مثلا نقول عاطفة وطنية إنسانية إلى آخره. المهم أن يكون الشعور في البيت الواحد متمثلا بأدوات، وأيضا القيمة
يسأل الطالب عن القيمة في البيت الواحد وليس في النص عموما. هي لن تختلف كثيرا، ولكن طبيعة البيت تفرض أن نأتي بعبارة دون أخرى في بعض الأحيان. تتمت الأسئلة، لكم المجال يعني للإجابة إن أردتما، أو نتابع الحديث ثم نعيد الجواب. ثم نعود تمام. إلى تمام. تفضل. طبعا النص الأول عنوانه في غد تزحف الجموع للشاعر سلامة عبيد. التحم الأدباء بالجماهير في مواجهة التجزئة، ورأوا في الوحدة بين سوريا ومصر نواة لوحدة شاملة تطهر أرض العرب من الدخلاء وتعيد للأمة عزتها وكرامتها بعد أن تاه أبناؤها في عهود الظلمة والضياع. وتفاءلوا بأن تكون هذه الوحدة نواة عهد جديد يستأنف فيه أبناؤنا بناء حضارتنا ومتابعة دورهم الحضاري بين الأمم. بداية أقرأ هذا النص، ويفترض طبعا أن تكون هذه القراءة في الصف قراءة استماع. هل أنا نوسع الشاشة قليلا كي يظهر النص كاملا؟ طيب حسنا. طيب لا بأس. يقول الشاعر سلامة عبيد: أشرق الفجر، أشرق الفجر فالدروب ضياء، وأناشيد عزة وحداء، وتلاشت مع القيود أساطير حدود رهيبة نكراء، وتهادى الغد الضحوك طليقا، وبه من سنى الرجاء سناء، إنها فرحة الحياة فميدي يا روابي وهللي يا سماء، وتغني بأمتي إنها عادت وإنا في أرض أرضنا طلقاء. أيها التائهون في مهمه الأمس، سراب دروبكم وشقاء، أزهرت واحة العروبة وافترت، وماست جنانها الخضراء، وتثنت فيها الجداول سكرا، وترامت في ربعها الأفياء. أقبلوا أيها الحيارى، فهذا الدرب طلق مشوق وضاء، درب توحيد أمة جبلتها من عبير المكارم العلياء. في غد تزحف الجموع لتبني بيديها ما هدم الأعداء. بعد هذه القراءة طبعا يفترض أن نتجه إلى المهارة الأولى، وهي مهارة الاستماع، لنقيس ما يمكن أن يكون الطالب قد التقطه من الاستماع الأول. يمكن هنا أن نطرح سؤالا أو سؤالين، فمثلا اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. نص من الشعر الوطني أم القومي أم الإنساني؟ النص يتحدث عن الوحدة، عن الوحدة بين سوريا ومصر، إذن هو يتجاوز المفهوم القطري ليعالج قضية أكبر ضمن إطار أكبر هو الإطار القومي، ولهذا من الطبيعي أن تكون الإجابة النص من الشعر القومي. الأمر الآخر: بدأ الشاعر في النص متفائلا أم حياديا أم منطويا على نفسه؟ طبعا الشاعر لم ينأى بنفسه عن هذه القضية، ولم يتقوقع في برج عاجي، وإنما رأيناه فرحا يعبر عن مظاهر الفرح التي انتشرت في كل مكان، يعبر عن السعادة، يدعو إلى الحياة في ظل الوحدة، فإذا هو متفائل بهذا المنجز ويدعو إليه. الآن ننتقل إلى مهارات القراءة، ونبدأها بالقراءة الجهرية. في القراءة الجهرية يفترض أن نراعي مستويين: السلامة اللغوية أولا، والتلوين الصوتية بما يناسب مقتضيات المقام من جهة أخرى. لما كان الاعتزاز هو الشعور الطاغي على النص، فلا بأس أن نطلب من الطالب أن يقرأ هذا النص قراءة جهرية معبرة متمثلا مشاعر الاعتزاز في نبرة صوته وإيماءات وجهه. بعد ذلك ننتقل إلى القراءة الصامتة. القراءة الصامتة تتيح للطالب أن يلم ببعض تفصيلات النص. وقبل أن أدخل في هذه الأسئلة، أحب أن أعود قليلا إلى النص الشعري لأقف على بعض معاني.
الشاعر كما ترون استهل نصه بالأسلوب الخبري، فهو يزف لنا خبرا سارا، إنه إشراق فجر الوحدة، وهذا الفجر قد أشرق، وهذا الأمر قد تحقق ولا شك في ذلك، على نحو ما تشي به دلالة الفعل الماضي أشرق. والفجر هنا له رمز، طبعا هذا الرمز له وظائف، منها الدلالية ومنها الجمالية. من حيث الدلالة نرى أن الفجر يشير إلى بداية يوم، لكن الشاعر هنا أراده بداية لمرحلة، لعهد. من الناحية الجمالية، الفجر يرتبط بالنور، يرتبط بالضياء، وهذا الضياء أراده الشاعر دائما ينتشر على دروبنا، وهذا ما عبر عنه من خلال الجملة الإسمية، فقال: فالدروب ضياء. ومن الطبيعي أن يترافق هذا الضياء مع الفرح، مع البهجة، ولهذا نجد الحناجر وهي تشدو بالهتافات والأناشيد التي تتغنى بالحياة الكريمة في ظل الوحدة. كيف لا؟ أنا أعتذر لسأقاطعك مرة أخرى، إنه لاهتمام الاتصال، يعني كونه تسنى للطالب أن يتصل بنا. معنا عائشة من حلب. ألو. ألو، يعطيك العافية. أهلا وسهلا أستاذ، بس بدي أقول لك أنه أنا مالي حاطة دورات. ما؟ مالي حاطة دورات، وبدي أدرس أنه بس الشيء المهم المهم من العربي. يعني المقصود أنك لم تخضع لدورات في التعليم يعني؟ نعم. طيب، نعم. ألا تنتمين إلى مدرسة يا عائشة؟ لا. أنت طالبة من طلاب الدراسة الحرة؟ نعم. طيب يا عائشة، نحن، هل لديك سؤال آخر يعني غير هذا السؤال المعجز في الحقيقة؟ لا، بس هذا. طيب يا عائشة، نحن إن كنت تتابعين الفضائية بشكل دائم تربوية، يمكنك أن تستجمعي كل ما ورد فيها، يعني سواء على اليوتيوب أو على في صفحة التربية على الفيسبوك، للدروس التي تقدم مباشر مع الطلبة. الندوات فيها إضاءة كاملة، يعني نحن، يعني أقدر أنا أن يكون الطالب في الدراسة الحرة لديه مثلا التوجس، أو أن يعني يحسب حساب الامتحان، وهذا حقك، ولكن نحن يعني منهج الوزارة عموما، الإشراف الأول، الفضائية التربوية، لا نعطي، لا نميز بين مهم وأهم، كل ما بين دفتي الكتاب هو مهم. فبغض النظر يعني درس الطالب في مدرسة أو خضع لدورات أو غير ذلك، نحن معنيون بالمنهاج. والسؤال الاختبار عندما يكون هو اختبار وطني يقيس المنهاج بشكل كامل وفق توصيف وزاري، فأنا أنصحك بالعودة إلى التوصيف الوزاري. بإمكانك يعني الآن من خلال رابط الحلقة أن تتواصلي معنا من خلال التعليقات على اللقاء، على الندوة، لتزويدك يعني نحن أو أي زميل يمكن له أن يزودك بالتوصيف الوزاري. هذا التوصيف هو شرح للطريقة التي يختبر بها الطالب أو يختبر بها الطالب. هذا من شأني أن يحيلك إلى ما ينبغي عليك أن تتمثليه. هناك قضايا إجرائية، هناك قضايا لها علاقة بمهارات أساسية، بدروس قواعد سابقة في مراحل سابقة، هناك دروس جديدة، هناك طريقة لكتابة التعبير الأدبي، هناك شواهد، هناك قضايا عديدة يمكن أن ترشدك إلى طريق النجاح وأن تكون عونا لك. يعني أما أن نقول نحن مهم وأهم، هذا الأمر يعني يؤسفنا أن نقول هو غير متوفر لنا، لأننا نرى الكتاب صورة واحدة، شيئا يعني كتلة واحدة، لا يمكن أن تتجزأ ولا يمكن أن نميز بين نص وآخر. وإذا كنت تلاحظين الآن، نحن نقدم نصوص إثرائية، يعني هذه النصوص التي جاءت في آخر كتاب والتي لم تعزز بأسئلة وتركت لتمهير الطلاب، ونحن نقوم بهذا الدور. وزميلي الدكتور فراس أحسن عندما بدأ بالاستماع. إذا حتى نحن هنا لا نقدم يعني السؤال، الغلط الدارج أن نقرأ نحن السؤال الاختباري فقط، يعني قد نهمل القراءة الجهرية، قد نهمل القراءة الصامتة، قد نهمل ربما التعبير الشفوي في مرحلة ما من المراحل، أو سؤال الاستماع. ليس المسألة مسألة مرهونة بالسؤال الاختباري، وإنما نحن معنيون بكل التفاصيل التي توصلنا إلى الجواب في الاختبار. فالقراءة الصامتة التي أشار إليها الزميل الدكتور فراس هي طريق للدخول لعالم النص، الذي من شأنه أن يعيننا على الإجابة على المهارات المختلفة التي ستأتي. شكرا لاتصالك مرة أخرى،
وأنا أسبت هذا الإسهاب، علها تصل إجابة لك ولكل الأبناء الذين يتابعوننا أننا نعنى بتقديم المادة العلمية المعرفية المتكاملة في بين دفتي الكتاب. وحتى هناك يعني أصوات تقول أن مصادر التعلم أصبحت عديدة، فلا شك أن هناك جوانب مهارية من شأن الطالب أن يعززها، يعني يذهب إلى خارج الكتاب ليستزيد للزيادة وليس للنقصان، ولكن ضمن المصفوفة المعتاد عليها أو يعني الجرعة اللازمة لهذا الصف دون التوسع. نحن نعلم أننا لا ندخل، يعني لا ندخل الطالب في التوسع في الدراسات والخلافات ربما بين المدارس النحوية وغير ذلك. نحن معنيون ب يعني نظام مدرسي ينطبق مع وثيقة المعايير الوطنية التي بثق عنها الكتاب ضمن حدود للمهارة لا تتجاوزها، يعني لا زيادة ولا نقصان. هناك مصفوفة عبرت عن تنامي معين للمهارة وفق صف معين، الطالب ملزم بها ويعني يوظف المعلومات التي وردت خلالها. وكما تلاحظين أو يلاحظ أبناء الطلاب أن النص هو وعاء لمهارات، يعني أنا أدرس النص في بعض الأحيان معني بفكر النص والذي يقدمه زميلي الآن هو في هذا الإطار، أو هذا النص يكون طريقا للوصول إلى مهارة إعرابية أو صرفية أو بلاغية أو غير ذلك. نأسف المقاطعة مرة أخرى، ونأسف أنه أن يعني ليس لعائشة جواب لدينا، لكن نتمنى أن تكون وصلت الفكرة ليتعامل الأبناء فيما تبقى من الأيام فيحققون، مع رجائنا أن يحققوا أن يحقق كل منهم ما يصبو إليه بإذن الله. نعم. بإذن الله وبالتوفيق لأبنائنا الطلبة، لكل أبنائنا الطلبة. إذن كما نرى الشاعر إذن استهل نصه بالأسلوب الخبري، فهو يزف لنا خبرا سارا سعيدا، إنه إشراق فجر الوحدة. هذا الإشراق قد تحقق على نحو ما يشي به الفعل الماضي أو دلالة الفعل الماضي، والفجر كما قلنا رمز له وظائف، منها الدلالية ومنها الجمالية. فمن الناحية الدلالية يشير الفجر في الحالة العادية إلى بداية اليوم، لكن الشاعر هنا أراده أن يكون بداية مرحلة أو عهد، وهذا من الناحية الدلالية. أما من الناحية الجمالية فالفجر مرتبط بالضياء، مرتبط بالنور، والشاعر يريد لهذا الضياء أن يكون منتشرا في دروبنا على نحو ما تشي به دلالة الجملة الإسمية، ويترافق مع هذا الضياء الفرح لتصدح الحناجر، لتصدح الحناجر بالهتافات والأناشيد التي تدعو إلى الحياة في ظل الوحدة. وكيف لا وقد تحطمت تلك القيود التي كبلنا بها المستعمر، وزالت معها تلك الدعوات المشبوهة. ولا يخفى علينا أن المستعمر حاول أن يكرس دعوات مشبوهة من أجل ترسيخ التجزئة، واليوم قد زالت تلك الدعوات، والشاعر هنا وصفها بالأساطير ليبين أنها ترهات لا طائل منها. في ضوء هذا المنظور يتراءى لنا المستقبل مشرقا مفعما بالآمال ليعم الفرح أرجاء الدنيا. الفرح هنا لم يعد يقتصر على القلوب، لقد طال أرجاء الكون، طال الأرض والسماء والتلال والجبال، فنرى أن السماء تهلل لهذه الوحدة وتباركها، ونرى أن الروابي والتلال أيضا تتراقص نشوة وفرحا وسرورا. كيف لا والأمة قد استعادت قوتها، الأمة عادت، يعني عادت قوية، عادت سيدة، وآن لنا وقد تحطمت القيود التي كبلنا بها المستعمر، آن لنا أن نحيا كما يليق بنا أعزة كرما. في يعني الانتصار هو طريق الوحدة تماما، يعني كما في نص الشاعر سليمان العيسى تماما، وانزل هنا مرة أخرى على برد وبالشهيد بعطر الوحدة تحلي تماما. يعني نحن لا نستطيع أن نتوحد إن لم نكن منتصرين، إن لم نكن أقوياء، لأن دينا المستعمر هو دائما التفرق، تفرقة أبناء الوطن الواحد. فبقدر ما يمتلكون من قوة ومن أسباب للانتصار يتغلبون على مشاريع التقسيم والتفرقة بين أبناء الجسد الواحد. نعم. تماما. في ضوء هذا المنظور نجد الشاعر يوجه رسالة إلى أولئك الذين ضاعوا في عهود التجزئة، فيقول لهم إنه لم يعد ذلك الطريق يجدي، إن ذلك الطريق بات أشبه بوهم لا طائل منه،
هو عبر عنه بالسراب، والسراب كما هو معروف هو وهم، وفي المقابل هناك حقيقة تتمثل في الواحة. هذا ما عبر عن، هذا ما أراد أن يسبغه على الوحدة. الواحة هي المنطقة الخضراء الخصبة. إذن هو يوجه رسالة إليهم، يطلب منهم أن يدعوا، أن يتخلوا عن طريق التجزئة، لأن هذا الدرب لم يعد يجدي، هذا الدرب لم يعد يجدي، هذا الدرب بات أشبه بوهم عابر. وفي المقابل هناك درب الوحدة، وهو ما عبر عنه بالواحة، وكأنه يريد أن يقول إن ثمار العروبة تؤتى أكلها اليوم وربيعها يبعث من جديد. فمظاهر الفرح ملأت أرجاء الطبيعة، وها هي الأنهار تتراقص في مجاريها، وكذلك ها هي الأفياء تمتد وارفة لتظلنا. هذا يعيدنا أيضا إلى بيت للشاعر نزار قباني عندما قال: كيف صارت سنابل القمح أعلى، كيف صارت عيناك بيت السنون، لكأن كل شيء كان قد توقف. فأتى هذا المنجز ليعيد الحياة إلى وضعها الطبيعي، ليصبح للحياة لون وطعم، كأن كل شيء كان متوقفا، كأن حالة من الجمود خيمت على المشهد، والآن عادت الحياة إلى مجاريها، عادت إلى الأشجار ثمارها، عادت المياه إلى الانسياب، عاد كل شيء إلى وضعه الطبيعي. ولذلك لما التردد هنا؟ يستغرب ويستنكر تردد من ما زال محتارا في أمره. هو يدعوهم ويطلب منهم ألا يترددوا، أن يقبلوا على هذا الدرب، أن هذا الدرب، لأن هذا الدرب درب الوحدة كفيل بأن يضمن لهم حياة كريمة. هذا الدرب هو الذي سيعيد للأمة مكانتها التي تستحقها، هو السبيل إلى مجد الأمة من جديد. وليس ببعيد ذلك اليوم الذي نرى فيه الجماهير وهي تنطلق لترفع صروح العزة التي لطالما حاول المستعمر أن ينال منها. الآن بعد هذا الاطلاع على المعاني، يمكن أن نعود قليلا إلى القراءة الصامتة. وكما قلنا، القراءة الصامتة تتيح للطالب أن يلم ببعض تفصيلات النص. فمثلا لو سألنا: استخرج من النص بعض مظاهر الفرح بالوحدة، يمكن أن نعود إلى النص قليلا لنرى أن هذه المظاهر كانت كثيرة في النص. فالضياء منتشر على الدروب، والحناجر تجدو بالهتافات التي تتغنى بالوحدة والعزة في ظل الوحدة. هناك أيضا تلاشي القيود، هناك تهادي الغد المستقبل مشرقا مفعما بالآمال، هناك الفرحة التي طالت حدود الكون، باركتها السماء وهللت لها واهتزت لأجلها الروابي والتلال. هناك أيضا الجداول أو الأنهار، تراقص الأنهار في جداولها، امتداد الأفياء، كل ذلك يعبر عن حالة الفرح التي طالت كل المظاهر، التي امتدت في كل الاتجاهات لتكرس هذا العرس، هذا الفرح، هذا المظهر المبهج. ننتقل إلى سؤال آخر يقول: ما الدربان اللذان قارن الشاعر بينهما في المقطع الثاني؟ طبعا رأينا أن هناك دربين. الدرب الأول تمثل بالتجزئة، وهو درب لا طائل منه، أشبه بوهم، هو أشبه بوهم لا يمكن أن يعود على من يتبعه بالخير، والشاعر طبعا يدعو إلى تركه. والدرب الآخر في المقابل هو درب الوحدة، وهو درب خصب وأخطر. الآن يمكن أن نخرج من القراءة الصامتة إلى الاستيعاب والفهم والتحليل لنناقش المستوى الفكري، وهو يتيح لنا أن نقف على الفهم الإجمالي والفهم التفصيلي لهذا النص. السؤال الأول يقول: استعن بالمعجم في تعرف معاني كلمة افترت، ثم اختر منها ما يناسب ورودها في النص. لو عدنا إلى المعجم لوجدنا أن كلمة افتر لها أكثر غير معنى، لها غير معنى. فمثلا إذا قلنا افتر البرق، معنى افتر هنا تلألأ، وافتر فلان ابتسم، و طبيعي يعني هذا المعنى مناسب جدا للمعنى الذي ورد في النص.
طيب. طبعا دكتور فراس نحن يعني هي حالة يعني دليل يعني قد لا يتسنى الوقوف أمام جميع النصوص، وإنما هذا النص هو مثال لكيفية التعامل التي يمكن أن تكون يعني سواء لأبناء الطلاب أو للزملاء، كيف يمكن أن نحلل هذا النص، وهي ليست بعيدة عما درسناه في نصوص سابقة، ليست بعيدة عن مهارات الكتاب الموجودة. نعم. نحن نقيس أصلا على ما ورد في الدروس السابقة. نعم. جميل جدا. السؤال الثاني، يعني أنا أخشى أن تبتعد تالة كثيرا، يعني السائلة أذكر أنها سألت عن الإعراب، يعني نقول لتالة الإعراب له يعني حالة لا تتغير، هناك مثلا فعل مبني، علامة البناء، سبب البناء، لكل جزء درجة. لذلك يعني هي سألت بشكل تفصيل، ونحن لا نحب دائما الإجابة على القضايا التفصيلية، يعني أن أقول كذا أو كذا. نحن نقول هناك حالة إعرابية، هذه الحالة هي ثابتة، يعني هذا الفعل إذا كان مبنيا سبب البناء وعلامة البناء، إذا كان معربا له حالة إعرابية وله علامة إعرابية. فلذلك يعني هنا لا نقيد أنفسنا أن أقول كذا وكذا، يعني أنا ننأى دائما عن الحرفية، ولكن نقول نحن مطالبون بكل ما هو سبب في إعراب هذه الكلمة. يعني إذا قلنا هو مبني على ماذا وبسبب ماذا وإلى ما هنالك من كلمات، بغض النظر عن الكلمة التي سألت عنها. سألت أيضا عن جملة إن ثنى يعرس مجد حسبي عزة أن أرى المجد، إن ثنى يعتز بي. كذلك سألت أسئلة أخرى، إن كنت دونت آنسة جمانة. طيب نسمعها جيدا. طيب. يعني أنا أردت أن أعطيك استراحة قليلا، نعود إلى سؤال حسنا الأخير. لو أتينا إلى السؤال الذي يقول ما الفكرة العامة التي بني عليها النص؟ لو عدنا إلى النص قليلا لوجدنا أن المقطع الأول يعبر عن مظاهر الفرح بالوحدة، على حين أن المقطع الثاني يعبر عن الدعوة إلى انتهاج درب الوحدة وترك والتخلي عن درب التجزئة. لو حاولنا أن نشكل مفهوما عاما لوصلنا إلى فكرة مفادها الفرح بالوحدة والدعوة إلى انتهاج دربها، وبذلك نكون قد صغنا فكرة عامة تناسب النص بأكمله. ننتقل إلى سؤال يطالبنا بأن نميز الفكرة الفرعية من الفكر الرئيسة وأن ننسب كلا منها إلى موطنها. فمثلا الفكرة التي تقول تلاشي قيود المستعمر وأساطيره، نعود إلى النص فنجد هذه الفكرة في البيت الثاني عندما يقول الشاعر وتلاشت مع القيود أساطير حدود رهيبة نكراء. الفكرة التي تليها هي الدعوة إلى الوحدة ورفض التجزئة، هذه نلمحها في الدعوة إلى الوحدة ورفض التجزئة. نأتي إلى المقطع الثاني فنجده منذ البداية يرفض التجزئة ويشبهها بالوهم العابر، ومن ثم يدعونا إلى العروة إلى الوحدة التي يعبر عنها بالواحة، ويعبر ماذا عن المظاهر المرتبطة بها والتي تدعو يعني من شأنها أن تحثنا على نهج ذلك الدرب، لتغدو هذه الفكرة فكرة رئيسة لهذا المقطع. إذن الدعوة إلى الوحدة ورفض التجزئة هي فكرة رئيسة للمقطع الثاني. الفكرة التي تليها هي استرجاع الأمة العربية لسيادتها وحريتها، أين نجد هذه الفكرة؟ وتغني بأمتي إنها عادت وإنا في أرضنا طلقاء. إذن عادت قوية، عادت سيدة، والآن آن لنا أن نحيا بعزة وكرامة، أن نحيا أحرارا في أرضنا. فإذن هذه الفكرة استرجاع الأمة العربية لسيادتها وحريتها هي فكرة فرعية للبيت الخامس. لدينا أيضا إبراز الثقة بقدرة الجماهير على صنع مستقبلها، هذه نلمحها في البيت الأخير عندما يقول في غد تزحف الجموع لتبني بيديها ما هدم الأعداء. إذن هو قادر واثق بقدرتها على البناء وعلى أن تعيد رفع صروح العزة، لتغدو هذه الفكرة إذن كما قلنا فكرة فرعية لهذا البيت. لدينا التعبير عن الفرح لدينا أيضا الوحدة درب الأمة إلى بلوغ عزتها،
الوحدة درب الأمة إلى بلوغ عزتها. يقول: درب توحيد أمة جبلتها من عبير المكارم لحلياء. طيب إذن مرة أخرى أنا سأعتذر عن المقاطعة. معنا أيهم من اللاذقية. ألو. ايه استاذ مصطفى، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا. بعد اذنك بس بدي اعراب الجمل في قصيده في غد تزحف الجموع مع وظيفه الاستعاره المكنيه. وظيفه الانفعال؟ وظيفه الاستعاره المكنيه. تمام. ايوه. ايه طيب اعطيني جمل ام بشكل عام؟ الجمل بشكل عام استاذ بعد اذنك. الجمل بشكل عام. بشكل عام، طيب تمام. ايوه. طيب نتمنى ان يعني يتسنى ذلك لنا. طيب أهلا وسهلا. تمام. الآن نتابع مع الأسئلة. السؤال الخامس: ما موقف الشاعر من الحدود وفق ما ورد في البيت الثاني، وكيف تجلى هذا الموقف؟ يتضح لنا أن الشاعر قد رفض هذه الحدود ورأى أنها مصطنعة. كيف نستدل على ذلك؟ هناك مؤشرات كثيرة. أولا، هو فرح بتلاشيها، هذا أمر. الأمر الآخر، وصفها بأنها أساطير، أي أكاذيب، ولطالما سمعنا بأساطير الأولين. الأمر الآخر أنه وصفها بأنها رهيبة لا تطاق، وكذلك استنكرها عندما وصفها بأنها نكرة. السؤال السادس يقول: كان الفرح بالوحدة أكبر من أن يوصف، وضح ذلك من فهمك البيت الرابع. كما نرى، الفرحة في البيت الرابع لم تقتصر على القلوب، بل طالت كل المظاهر، طالت الكون، طالت السماء، طالت الأرض، طالت التلال، السماء هللت. وعندما نقول هللت، يعني هي باركت هذا المنجز، والروابي والتلال أخذت ماذا تنتشي، تهتز، ترقص، كأننا أمام مشهد عرس حقيقي. هناك غناء، هناك تهليل، هناك رقص، هناك كل مشاعر الفرح نراها في هذا المشهد. وهذا يدل على أنه مشهد مفرح، يدل على أنه مشهد سعيد. من أبطال هذا المشهد؟ ليس فقط أبناء هذا الوطن، وإنما كل ما فيه، كل العناصر التي كونت هذا الوطن من أرض وتلال وسماء. سؤال القيمة، وهو سؤال رئيس. طبعا ما هي القيمة؟ ما معنى القيمة عندما نقول القيمة؟ القيمة هي سلوك يحتذى. يعني أتمنى أن يكون في ثنايا إجاباتك ما يلبي السؤال الذي سألت عنه المتصلة، وأيضا آنسة جمانة أن يكون ضمن التطبيق اللغوي، يعني وهو من حصتك في هذه النص، أن تكون أيضا إجابة للمتصل أيهم. جميل جدا. القيمة أنظر إليها على أنها سلوك يحتذى، سلوك يحتذى. طبعا القيمة في الحالة العادية يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية، واعتدنا دائما أن ننمي الجانب الإيجابي. هي إيجابية تماما، يعني نحن إيجابيون حتى عندما نرفض السلبية، نحن إيجابيون تماما، لأن القيمة أو بمعنى أمر يركز عليه المنهاج. نريد أن ننمي قيما لدى أبنائنا، لذلك دائما نركز على القيمة الإيجابية لننميها في داخلهم. ولو أننا عدنا إلى البيت الخامس، البيت الخامس يقول: وتغني بأمتي إنها عادت. عادت ماذا؟ عادت قوية سيدة، وإنا في أرضنا طلقاء. سيادة الأمة تكون بوحدتها، بحريتها. فهنا نجد أن الشاعر يقدر هذا الأمر، لتكون القيمة هنا على نحو ما يتراءى لنا: تقدير وحدة الأمة وسيادتها، أو تقدير قيمة الحرية. الموازنة أيضا، اهتمت مناهجنا المطورة بالموازنة بشكل كبير، يعني لا تخلو قصيدة من سؤال عن الموازنة. ما معنى الموازنة؟ الموازنة هي مهارة تفكير عليا، تعنى بتقريب المستويات، يعني أن ثمة وجها مشتركا يجمع البيتين، يجمع بين البيتين. والآن لو أتينا إلى هذا البيت الشعري للشاعر الكبير سليمان العيسى في عيد الوحدة، يقول فيه: يا ليالي الضياع والقيد زولي، نحن باقون وحدة لن تزول. هذا البيت لو وازناه مع البيت الثاني الذي يقول فيه من النص، الذي يقول فيه الشاعر السلام عبيد: وتلاشت مع القيود أساطير حدود رهيبة نكراء. ما الذي نلاحظه؟ هنا يقول الشاعر: يا ليالي الضياع والقيد زولي، وفي النص يقول: تلاشت مع القيود أساطير. إذن كلاهما يركز على زوال القيود أو تلاشيها.
لكن تمام. يعني أرى دكتور فراس أن نكتفي بهذا القدر، يعني هو مثال لكيفية التعامل مع مهارات النص وغيره من النصوص. تمام. يعني وضعنا مقترح، يعني سيناريو أو مقترح لي تصور لأسئلة عديدة يمكن أن تقوم بتوضيح الجانب الفكري في هذا النص وتدخل الطالب إلى عالمه. بالانتقال للجانب التطبيقي مع الآنسة جمانة، الجانب الفني أولا ثم التطبيقي، تفضلي. بداية الجانب الفني أو المستوى الفني، طبعا يعتمد المستوى الفني على الشكل الخارجي للقصيدة من خلال دراسة الألفاظ والتراكيب وأيضا دراسة الصور من تشبيه واستعارات ومحسنات بديعية، فضلا عن الموسيقى الداخلية للبيت. قد يسأل الطالب ثمي المذهب الذي ينتمي إليه النص، طبعا غلب على النص المذهب الاتباعي، ومن سماته محاكاة القدماء في المعاني عندما طيب. قال الشاعر هذه المرة سأقاطعك أنت. معنا يا رام المصياف. ألو. ألو تفضلي. ما هي علامات الإعراب الأصلية والفرعية في الأسماء والأفعال؟ يارا يعني مستعجلة، دخلت في السؤال فورا. ما هي علامات الإعراب الأصلية والفرعية في الأسماء والأفعال؟ في الأسماء والأفعال. سؤال ثاني. طيب. نرجو أن يتاح لك الاتصال مرة أخرى يارا. أرجو أيضا لاحظ هذا السؤال. طيب حسنا، يمكن أن أجيب بطريقة سهلة وتناسب طالب هذه المرحلة. سأقول لك يا يارا، علامات الإعراب الأصلية باختصار هي الضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة في الجر والسكون في الجزم. فإذا تغيرت العلامة أو الوظيفة أصبحت العلامة فرعية. مثلا الضمة علامة الرفع، إذا غيرت العلامة فأصبحت ثبوت النون، أصبحت العلامة فرعية. حسنا. طيب الفتحة علامة النصب، إذا أبقيت على العلامة لكن غيرت الوظيفة، فمثلا في الممنوع من الصرف الفتحة هي علامة جر أيضا، أصبحت أيضا العلامة فرعية. في الممنوع في الجمع المؤنث السالم، عندما تكون الفتحة الكسرة عفوا علامة جر فهي علامة أصلية، لكن عندما أربطها بالنصب تصبح علامة فرعية، وهكذا كما قلت لك. يعني إذا تغيرت العلامة أو الوظيفة أصبحت العلامة فرعية. وأذكر دائما الضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة في الجر والسكون في الجزم، فإذا تغير أحد الطرفين أصبحت العلامة فرعية، وقيسي على ذلك. أتمنى أن تكون الإجابة قد وصلت. يعني باختصار بطريقة طبعاً أخرى. طبعا في الأفعال. تمام. في الأفعال الفعل المعرب الوحيد هو الفعل المضارع. المضارع تماماً. غالباً باستثناء تأتي. إذا اتصلت، يعني عندما تتصل بيونس أو نون التوكيد إحدى نوني التوكيد فإنه يكون مبني. مبني. فيما عدا ذلك هو معرب. تمام. نعم. بغض النظر عن علامات الإعراب يعني. تمام. نعم. فهنا نقول علامات الإعراب الأصلية هي الحركات في مواضيعها الطبيعية. تماماً. يعني سواء كانت ظاهرة أم مقدرة. تماماً. ظاهرة أم مقدرة. عندما تكون الضمة للرفع. نعم. والفتحة للنصب والكسرة للجر هي علامة أصلية. عندما تكون الفتحة للجر مثلاً أو الكسرة للنصب تكون فرعية. كما في الموضوع من الصرف وفي جمع المؤنث السالم هي فرعية. تمام. إذن طبعاً. أي حركة نابت عن حركة أو حرف ناب عن حركة هي علامة فرعية. تمام؟ إن لم يكن لديك إضافة بإمكانك. طبعا الممنوع من الصرف قد يأتي علامة إعراب أصلية أو فرعية، فالشاعر يحق له ما لا يحق لغيره. يعني يحق له 15 ضرورة منها يعني قد الصرف الممنوع. يصرف الممنوع قد يبقى وقد ممنوع من الصرف. تمام. وتكون فرعية أو أصلية. تمام. الممنوع من الصرف يعني هو موضوع آخر، بحث آخر. الممنوع من الصرف قد يصرفه الشاعر وهي من الضرورات الشعرية، وقد يجرب الكسرة. نعم. دون أن يكون هناك يعني ضرورة شعرية إذا عرف بأل أو أضيف، وهذا أمر آخر يعني. لكن بشكل عام عندما تنوب حركة عن حركة أو حرف عن حركة تكون العلامة فرعية. وفي الأسماء هذا الأمر نجده في الممنوع من الصرف، نجده في جمع المؤنث السالم، نجده في المثنى، في جمع المذكر السالم. الأسماء الخمسة تأتي فرعية وتأتي أصلية. تمام. يجب أن يعرف الطالب إذا كانت فرعية يتصل بها هاء الغائب، كاف الخطاب، نادل على الجماعة. تمام. في الأفعال في المضارع يعني في الأفعال الخمسة العلامات فرعية، سواء كان ثبوت يعني النون، حذف النون في حالتين النصب. في المضارع المجزوم علامة جزمي حذف حرف العلة من حذف حرف العلة من آخره. تمام. نعم. وهنا ينبه الطالب أن لا يخلط بين يعني ما يمكن التوافق
في الإعلال بالحذف مثلا يتوافق المضارع المعتل الآخر مع أمره، أما بالإعراب والبناء هناك أمر آخر، فالأمر والماضي هي أفعال مبنية دائما ليس لهذا علاقة بذاك. تفضل. إذن كنا عند المذهب الاتباعي، غلب على النص المذهب الاتباعي، من سماته محاكاة القدماء في المعاني كما في قول الشاعر: أشرق الفجر فالدروب ضياء وأناشيد عزة وحداء. أيضا جزالة الألفاظ مثل طلق الغد، متانة التراكيب عندما قال الشاعر: أزهرت واحة العروبة وافترت. أيضا هناك وحدة البحر والقافية، فالقصيدة تنتمي إلى بحر واحد ولها قافية موحدة. أيضا هناك وحدة البيت وبعض الصور التقليدية، كما أن هذا النص ينتمي إلى المذهب الواقع الجديد من حيث المعنى تحديدا في البيت الأخير عندما دعا الشاعر إلى وقوف أبناء الأمة صفا واحدا في مواجهة المستعمرين الذين رفضوا الوحدة، حيث قال: في غد تزحف الجموع لتبني بيديها ما هدم الأعداء. أيضا يسأل الطالب عن أسلوب خبري أو أسلوب إنشائي ويبين نوعه مع مثال. طبعا هنا الشاعر استهل قصيدته بالأسلوب الخبري لينقل لنا أفكاره ومشاعره على أنها حقائق مؤكدة، ومن ثم ينتقل إلى الإنشائي لإثارة ذهن المتلقي وجذب انتباهه والتعبير عن الانفعال. طبعا بدأ أشرق الفجر أسلوب خبري ابتدائي خال من المؤكدات، تلاشت مع القيود أساطير أيضا أسلوب خبري ابتدائي خال من المؤكدات. إذا أردنا تحويله إلى طلبي نقول قد تلاشت، أو إذا أردنا تحويله إلى أسلوب إنكاري نقول ولقد تلاشت مع القيود. طبعا الطلب فيه مؤكد واحد، أما الإنكار فيه مؤكدين فأكثر. إذا انتقلنا إلى الأسلوب الإنشائي، نلاحظ أن الشاعر استخدم أو ظهر في نصه من خلال استخدام فعل الأمر فميدي، أيضا النداء أيها التائهون، وهنا كلها طلبي. إذا الشاعر قد نوع بين الخبر والإنشاء. تمام. أما بالنسبة للصور، دراسة الصور من استعارات وتشابيه، طبعا القصيدة غنية بالصور الاستعارية والتشابيه، مثال ذلك تهادى الغد أو الغد الضحوك، طبعا كلها استعارات مكنية. إذا أردنا شرح صورة، الغد الضحوك، المشبه هو الغد، الضحوك هو المشبه به، حذف المشبه به هو الإنسان محذوف، ترك شيء من لوازمه وهو الضحوك على سبيل الاستعارة المكنية. إذا طلب وظيفة الصورة نستطيع أن نقول إظهار المعنى بجلاء ووضوح وإثارة الخيال من خلال التأكيد على المستقبل المشرق الذي ينتظر أبناء الأمة بعد توحيدهم. أما إذا طلب وظيفة التحسين والتقبيح فنقول الصورة فيها تحسين، لقد حسنت الصورة معنى الغد من خلال تشبيهه بإنسان يضحك، فاستمالت المتلقي لهذا المعنى لتثير في نفسه شعور الإعجاب تجاه الغد وتجذبه إليه. طبعا الاستعارة هي نوع من الصور البلاغية التي تكسب النص الأدبي مسحة من الجمال، وهي بشكل مختصر نوع وليد من التشبيه. أيضا هناك بعض التشابيه عبير المكارم وهو تشبيه بليغ إضافي، إضافة إلى المحسنات اللفظية التي استخدمها الشاعر في نصه مثل سنة سنة في البيت الثالث وهو جناس ناقص. ومن ثم ننتقل إلى دلالة الفعل الماضي. طبعا لدلالة الفعل الماضي يجب أن يربط الطالب دلالة الفعل بالمعنى، أي أن يحول الفعل إلى مصدر ويربطه بالمعنى. مثال أشرق الفجر، أشرق يدل على الثبات وتحقق الإشراق، أي تحقق الوحدة بين سوريا ومصر. طبعا هنا الشاعر أكثر من استخدام الفعل الماضي في المقطع الأول، وذلك ليعبر على الثبات والتوكيد، أي ليؤكد على حتمية الوحدة العربية وثقته بمجيء اليوم الذي يتوحد فيه أبناء الأمة العربية. أما الفعل المضارع قليل هنا في القصيدة، هو يدل على التجدد والاستمرار. أيضا الجملة الفعلية تبث الحركة والحيوية في النص، بينما الإسمية تدل على الثبوت والقطعية. الصفة المشبهة أيضا تشير للطلبة، تؤكد ثبات ورسوخ الصفة في الموصوف. أما الشعور البارز في النص هو شعور الفرح والسرور، وهناك ألفاظ كثيرة تدل عليه منها الضحوك مشوق والضاء.
ومن ثم ننتقل إلى الموسيقى الداخلية للبيت، وهنا يركز الطالب على استعمال الحروف الهامسة مجموعة في حثه شخص فسكت. طبعا يجب أن يكرر الحرف 3 مرات ويكون بأحرف مختلفة كما في البيت الثاني، الشين، السين، الحاء، الهاء، أو تكرار حرف الهمس على نحو سنا، سناء. طبعا إذا طلب تكرار حرف أيضا يكرر 3 مرات كما في البيت الأول، دروبو، أناشيدو، حداؤو، هنا تكرر حرف الدال 3 مرات. أيضا محسنات البديعية اللفظية، الجناس أعطينا مثال، التصريع في البيت الأول ضياؤو، حداؤو. قد يسأل الطالب عن الرمز، مثلا هنا الفجر رمز به إلى الوحدة، الدرب أيضا رمز به إلى طريق النضال، أيضا القيود رمز به للاحتلال والذل الذي عناه الإنسان قبل قيام الوحدة. طبعا ينتمي النص إلى البحر الخفيف، فاعلات مستفعل فاعلات، وبذلك نكون قد أجملنا الجانب الفني في النص. تمام، ننتقل للجانب الآخر، للجانب اللغوي. نعم، طبعا قد يسأل الطالب في الجانب اللغوي عن تعليل همزة مثلا على صورتها، مثل أشرق، ضياء، التائهون، افترت، أقبلوا. طبعا أشرق همزة قطع لأنه ماضي رباعي، ضياء متطرفة سبقت بحرف ساكن فكتبت على السطر، التائهون أيضا همزة متوسطة مكسورة سبقت بحرف ساكن فكتبت على نبرة، افترت وصل لأنها ماضي خماسي، أقبلوا همزة قطع أمر لفعل رباعي. أيضا يسأل الطالب عن تعليل الألف اللينة على صورتها، مثلا سنة، سكرة. طبعا سنة ألف ممدودة ثالثة أصلها واو، سكرة فوق الثالثة لم تسبق بياء فكتبت مقصورة. أيضا يسأل عن حرف العطف وما المعنى الذي أفاده. هنا في البيت الأول لدينا حرف عطف هو الواو، نقول يفيد الجمع بين والمشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم دون التقيد بترتيب زمني. أيضا يسأل الطالب عن العلة الصرفية، هنا لدينا كلمات تثنت، تلاشت، طبعا إعلال بالحذف، حذف حرف العلة من ماضي المعتل للناقص منع التقاء الساكنين. أيضا التائهون فيها إبدال، أبدلت لياء همزة لأنها وقعت عينا في صيغة اسم الفاعل المصوغ من الفعل المعتل الأجوف نحو تاها، تائه. أيضا لدينا تهادى إعلال بالقلب، قلبت لياء ألفا لتحركها بعد فتح. أيضا يسأل الطالب مثلا حدد نعت ومنعوت وأذكر وجهين للتطابق بينهما. هنا لدينا الغدو الضحوك، يعني قد يسأل، أنت تذكرين قد يسأل المهارات التي يمكن المهارات أن توظف، التي يمكن يعني أن توظف هناك في الجانب اللغوي، هناك قواعد موجودة في الكتاب. نعم. يحبث استثمارها، وهناك يعني نص أيضا، أصلا هناك في قضايا في النص ربما تفرض نفسها أو يعني توحي بأنني يجب أن ألم بهذا الجانب، هنا حرفا زائدا، هنا علامة فرعية وأصلية، هنا يعني نعتر منعوتا، هنا يعني سنصل مسألة. تمام تمام. طبعا الغدو يعني منعوت، أنا اسف المقاطعه، ولكن نحن دائما هاجسنا يعني نقول نقدم، لا نريد يعني ان يكون هذا الكلام يعني ايحاء او يفهم باي صوره اخرى، لذلك دائما يعني في هذا المكان على هذه الطاوله يستشهد الزملاء دائما بدورات سابقه، ولكن النصوص الاثرائيه لها خصوصيه انها لم تاتي ربما الى الان في دوره، لذلك نحن نجتهد لوضع اسئله تضيء على النص، فهي اجتهاد ليس إلا. تمام، يعني هذا ما أردت أن أقوله، أن يعني أنت والزميل دكتور فراس يعني تحاولان الإضاءة على النص والدخول إلى عالم النص من خلال توقع يعني أو تصور، أقول تصور أسئلة معينة. نعم. يمكن أن توظف لنصل إلى عالم النص. نعم نعم. حدد نعت ومنعوت، الغد ومنعوت، الضحوك، نعت، طبعا تطابق في علامة الإعراب وفي التذكير والتعريف والإفراد. أما هناك حدود رهيبة طبعا تطابق في الإعراب والتنكير ولم يتطابق في الجمع، لأن المنعوت جمع لغير العاقل. أيضا استخرج أسلوب توكيد، في البيت الرابع هناك أسلوب توكيد، إنها فرحة الحياة، طبعا إحدى مؤكدات الجملة الإسمية هي إنها. أيضا مثلا استخرج منادى وبين نواه، يا سماء منادى نكرة مقصودة،
يا روابي أيضا منادى نكرة مقصودة. طبعا أيها التائهون، طبعا لنداء المعرف بأل يستخدم الطالب أي للمذكر وأية للمؤنث، تذكرة للطالب فقط. التائهون طبعا يعرب الاسم بعد أيها نعت إذا كان مشتق وبدل إذا كان جامد. تمام. هنا إعراب الاسم بعد أيها جاء نعت مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هنا لنبين علامة الإعراب الفرعية للطالب. يعني في الحقيقة نحن دائما نحبذ أن يكون الأمر فيه إضاءة على المهارة بشكل عام. نعم. يعني المفردات حتى مع يعني احترام للسائلين المتصلين، عندما نسأل عن جزئية هي موجودة مبثوثة في أكثر من مكان، لكن القصد هنا دائما يعني الإضافة الحقيقية دائما في النص الجديد هي الإضافة الفكرية، أما القضايا يعني النحوية الصرفية البلاغية هي قضايا متكررة يعني في نص، وإن لم تتشابه يعني كل التشابه تختلف نص آخر، لكن هي مبثوثة في النهاية. فالحقيقة يعني أحب أن يكون تركيز دائما على الجانب المهاري، يعني كيف للطالب أن يصل إلى هذه المهارة سواء كانت فكرية أو فنية، كيف يصل إلى شرح البيت بالمهارة الفكرية، كيف يصل إلى الموازنة، كيف يصل إلى القيمة، كيف يصل إلى إعطاء مؤشرات محددات توضيح في الجانب الفني، كيف يصل إلى هذا المحسن، كيف يصل إلى هذا الـ يعني الأسلوب الخبري والإنشائي وغير ذلك. يعني لذلك نرجو أن يكون تركيز دائما ونسعى ليكون تركيز على المهارة، لكن خرجنا في هذه الندوة ربما عن المألوف كون هذه النصوص ليس لها يعني أسئلة تسبرها خلف النص كما هو المعتاد، لذلك لنقدم تصورا لأبناء الطلاب حول كيفية التعامل مع هذه النصوص. نعم. تتابعين إن كان لديك شيء؟ نعم. أيضا الحيارة نعت مرفوع بالضم المقدر على الألف للتعذر. قبل أن تتابعي أنا أعتذر المقاطعة مرة أخرى، معنا أحمد من دمشق. ألو. أسعد الله أوقاتكم بالخير أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ الكريم، لدي مجموعة أسئلة إذا تكرمت. نتمنى أن يتسع الوقت لها، تفضل. شكرا جزيلا. بداية أستاذ، في نص الشاعر سليمان العيسى يقول أطفال تشري ويرفع أطفاله، هنا السؤال لماذا رفع أطفاله؟ يعني حينما أنا أولت البيت وقدرته لم يتقدر معي إلا سوى أنه يعني منادى وليس مبتدأ. طيب ثالث ثانوي علمي أم أدبي؟ لا ثالث ثانوي علمي. علمي تمام. نعم. الاسم الاسم كاملا لو سمحت أحمد. أحمد الأحمد، يعني أحمد الأحمد. نعم تمام تفضل. السؤال الثاني، السؤال الثاني أيضا في نص انتصار تشرين. نعم. يقول الشاعر خرجت من كفن التاريخ أغنية. نعم. أيضا هنا يعني كفن التاريخ إشارة إلى نكسة حزيران كما عرفنا الكتاب المقرر. فهنا نوع الصورة، أنا أسأل عن نوع الصورة، هل هي استعارة تصريحية أم هي يجوز أن تكون تشبيها بليغا إضافيا؟ السؤال الثالث في نص المهاجر أيضا أسأل عن نوع الصورة بقول الشاعر ورق الأشواق. نعم. السؤال الخامس مر معي في قصيدة مروءة وسخاء للشاعر خير الدين الزركلي، يقول الشاعر لئن ساءت بنا الأيام حينا فربتما نسر بما نساء. يعني هنا أنا توقفت كثيرا عند هذه الفاء وعدت إلى مصادر وما هنالك، فتبين لي أن شعراء كثر استخدموا هذه الصيغة فأدخلوا الفاء، ولكن هنا يتعارض مع اللغة قليلا إن قلنا بأنها واقعة في جواب الشرط، فهنا أسأل هي استئنافية أم واقعة في جواب الشرط؟ وإن قلنا بأنها واقعة في جواب الشرط فكيف نعلل حسب بيت ابن مالك المشهور الذي يفسر جواب الشرط المتصل بالفاء؟ طيب ما الكتب؟ ما الكتب التي عدت إليها يا أحمد؟ والله كتب الكترونية حقيقة، أنه هناك شعراء كابن الفارض وغيرهم من الشعراء القدماء أوردوا هذه الأبيات، يعني في قصيدته المشهورة عرفت أم لم تعرفي ابن الفارض ذكر بيتا وجدت بيتا متصلا بالفاء بهذا الشكل. تمام. أما السؤال الأخير فلدينا في آخر الكتاب مباحثة
مباحث عفوا هذه المباحث ناقشت قضايا نحوية عدة. أسأله عن الممنوع من الصرف، كتب الكتاب بأن سعاد تعامل معاملة المؤنث تأنيسا حقيقيا، فكيف نعاملها؟ أهل هي معنوية كما تعلمناها في سنوات سابقة أم أنها حقيقية؟ وجزيل الشكر والاحترام لجهودكم وشكرا جزيلا. طيب. أهلا وسهلا بك يا أحمد. أسئلتك بحاجة إلى ندوة خاصة، ونحن نقدم الآن يعني النصوص إثرائية، ولكن لدينا ندوة قادمة امتحانية، وأنا يعني أعدك وأمام الجمهور والمشاهدين أن هذه الأسئلة سيجاب عنها يعني في ندوة لاحقة، إن لم نستطع الآن، إن لم يسمح لنا الوقت بالإجابة عنها جميعا سيكون لقاء آخر، يعني لعله قريب، لعله يعني السبت القادم سيجاب عن الأسئلة جميعا. ونشكر لك هذا الاهتمام، ونشكر لك هذه اللغة وهذا التصويب، يعني هذا الحرص على عدم اللحن في الكلام، فكل الشكر لك. لدينا أسئلة ما تزال معلقة، ولدي أسئلة حتى على الخاص، يعني لدي أسئلة للطالب أيضا حيدر علي، أسئلة حول النصوص القراءة التمهيدية، ولكن نحن نقول دائما يعني نحبذ أن تكون الإجابة عامة وللجميع، يعني لا نجيب على الخاص لعدة محاذير، فالأهم والأعم والأشمل أن تكون الإجابة أمام الجميع كي تنتقل الفائدة للجميع. فما يتسنى به الوقت نجيب عنه، وإلا فتنتظر للقاء آخر يكون تكون ندوة امتحانية يجاب عنها عن كل أجزاء الكتاب. تابعي لو سمحتي كي نجيب بما يسمح به الوقت. نعم. في البيت السادس كلمة الأمسي قد يظنها الطالب ظرف وهي مضافة مجرور بالكسرة. طبعا هناك فرق بين أمسي والأمسي. طبعا أمسي اسم يدل على الماضي البعيد وهو معرب، نحو قولنا إن الأمس انقضى، هنا اسم إن منصوب، جاء الأمس هنا فاعل مرفوع. أما أمسي ظرف زمان مبني على الكسر للماضي القريب أي البارحة، نحو قولنا زرت أخي أمسي، هنا ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب وهو متعلق بالفعل زرته. تمام. أيضا يعني إعراب بما يتيسر، يعني أنا استجابة للسائل. نعم، إعراب الجمل يعني طبعا يعني بدأ الشاعر ليس تفصيليا، يعني نحن نقول أهم الجمل، أهم الجمل حتى لا نقول أهم، يعني المنتجات. طيب تمام، يعني كي أبرز الجمل. تمام. أشرق الفجر ابتدائية لا محل لها من الإعراب، فميدي استئنافية لا محل لها من الإعراب، تغنى بأمتي إنها عادت، جملة عادت جملة فعلية في محل رفع خبر إن. أيضا درب توحيد أمة جبلتها، طبعا جملة جبلتها جملة أيضا فعلية في محل جر صفة، هنا بعد النكرات. طيب. صفات. يعني أظن أيضا بيديها ما هدم الأعداء، وجملة هدم بعد الاسم الموصول تعرب صلة الموصول. نعم. صلة الموصول لا محل لها. تمام. من الإعراب. أيضا يعني كي نحسم سؤال تالا المتصلة أولا، يعني ما تزال الجملة معلقة هنا، يعني نقول دائما في كل لقاء كل ما يقال هنا ما يثبت العلم وجوه أخرى صحيحة هي لمصلحة الطالب، لكن طبعا. الراجح فيه أرى أن أرى هنا قلبية. طيب. وإن البعض كان ربما يرى، وربما يعني زميل فراس قد يخالفني بعض الشيء في ذلك، ولكن نحن دائما نجنب أبناء الطلاب أي اختلاف، يعني الراجح والأقرب للمنطق أن نرى أن رأى قلبية، فيتبع ما يتبع. إذا اعتبرناها قلبية فإن للجملة اعتبارات، وإن لم تكن فعلها آخر، لكن الأقرب أنها رؤية قلبية، أن يرى المجد إن ثنى معتزا به أو يعتز به. هل تسمح لي هنا بمداخلة بسيطة؟ طبعا يعني جميل جدا، هو انطلقت من أن المجد لا يرى، لكن الشاعر هنا شخصه، يعني أنا هنا أستطيع أن أسميه رؤية على التوهم، يعني هو توهم المجد أو تخيله شخصا ينثني. لو قال رأيت المجد تماما، رأيت المجد مثلا عظيما، أو رأيت المجد يعني الرؤية يعني المعنوية التي تستكمل أو تطفي ظلالها على المشهد، أنا معك، لكن رؤية المجد في حالة الانثناء هنا تحيلني إلى شخص ينثني، هنا شبه المجد بإنسان ينثني. طيب. هنا أدخل الخيال، خيل المجد أو شخص المجد بصورة إنسان، وهذا الإنسان ماذا ينحني تماما، لذلك أنا أراها أقرب إلى ما تكون بصرية على التوهم. قياسا على ما تعاملنا به مع المتصلين
عن الأسئلة خارج هذه الوحدة، أيضا سنرجع يعني ناحية قلبية، رؤية قلبية، ونحن يثبت العكس في اللقاء القادم أيضا يضاف إلى الأسئلة هذا السؤال ويجاب عنه. تابعي لو سمحتي. أيضا هناك مشتقات في النص مثل خضراء، اسم مشتق نوعه صفة مشبهة باسم الفاعل. أيضا سكرة نوعه صفة مشبهة للمؤنث، أما للمذكر نقول سكران. التائهون اسم فاعل، الضحوك مبالغة اسم فاعل. طبعا في البيت التاسع هناك ثلاثة أخبار، فهذا الدروب طلق مشوق وضاء، طلق مشوق وضاء. طبعا وفيها ثلاث مشتقات، طلق صفة مشبهة باسم الفاعل، مشوق اسم فاعل، ووضاء مبالغة اسم فاعل. إذا طلب استخرج حال نقول الجداول سكرة، طبعا جداول صاحب الحال، سكرة حال منصوب بالفتحة المقدرة. إذا أردنا تحويل حال مفرد إلى جملة وتثنت فيها الجداول وهي سكرة. تمام. هذا الدرب طبعا غالبا يعرب الاسم بدل بعد اسم الإشارة، الدرب بدل مرفوع بالضمة. تمام، يعني لدينا مثال في الكتاب التاسع الأساسي، حبذا الوفاء أو الصفة الوفاء، يعني إشارة إلى خروج عن هذه القاعدة كي لا يكون أمرا ثابتا. وهناك حالات أيضا قد يستكمل فيها المعنى، يعني لدينا أمثلة أيضا يعني أحدثت بعض السجال ذات مرة، أنني أنهيت الكلام عند هذا الحد أم أنني لم أنهيه. فإذا كان الكلام يشير إلى الانتهاء أنني قصدت أمرا ما، فهذا أيضا له اعتبار آخر. فإذا أحسنت إن قلت غالبا. تمام. بالعودة دكتور فراس إلى النصوص، كي يعني نحاول أن نضيء على معظم ما جاء في هذه الوحدة، وإن ليس بذات التفصيل الذي بدأنا به. التفصيل الذي بدأنا به كان أنموذجا لكيفية التعامل، نريد أن نديم يعني لهم بإضاءة فكرية على الأقل حول ما تبقى بالوحدة أو ما يسمح به ما تبقى من الوقت. حسنا، النص الثاني بعنوان معاناة المغترب للشاعر فوزي المعلوف. طبعا حياة المغربين لم تكن أوفر حظا من حياتهم في أوطانهم، فقد أفاقوا من حلمهم الجميل وهو يتحطم على صخرة الواقع بعد أن سدت في وجوههم سبل المجد والثراء. فاستمرت رحلة الشقاء والمعاناة ليعيشوا حالة الغربة والاغتراب والتشتت والضياع بعيدا عن أوطانهم. النص ماذا يقول؟ يقول الشاعر فوزي المعلوف في نصه: غمرته الأحلام بالشفق الوردي يغريه بالمنى تعليلا، وتلاشت حلما فحلما إلى اللاشيء تمشي به قليلا قليلا. هو في ميعة الشباب ولو حدقت فيه أبصرت شيخا هزيلا بقوام كأن قاصمة الظهر أناخت عليه حملا ثقيلا، وجبين ألقت عليه شجون النفس ظلا من العبوس ظليلا، فهو لا يعرف التبسم إلا عندما يستعيد حلما جميلا. ألف اليأس قلبه فهو واليأس يحاكي بثينة وجميلا، وإذا اليأس صد عنه قليلا راح يبكي على نواه طويلا، وإذا ما النسيم مر عليه فعليل أتى يعود عليلا، حائر الطرف شارد الفكر يحكي مدلجا في الظلام ضل السبيل، تاه في عالم الخيال فضاعت نفسه وهي تنشد المستحيل. كما نرى الشاعر هنا استهل نصه بالأسلوب الخبري أيضا، فالأحلام غمرته فاضت عن الحد الطبيعي، وهذه النتيجة سنصل إليها أيضا في نهاية النص. فقد أفعمت نفسه بالأحلام الوردية وأخذ يمني نفسه بأجمل الأمنيات، لكن ما الذي حدث؟ أخذت هذه الأحلام تتساقط حلما إثر حلم على صخرة الواقع، وهي تأخذ طريقها إلى الزوال.
وطبعا هنا قليلا قليلا هذا البطء يزيد من حدة الألم. هو في ميعة الشباب، ولو حدقت فيه أبصرت شيخا هزيلا. هنا المعاناة تبرز هذا المغترب الشاب بمظهر العجوز، وتأتي الأبيات لتفسر لنا ذلك. ظهره محني بفعل هذه المعاناة، بفعل ما ألقى عليه الزمن من أعباء أنهكت جسده، وجبينه قد حفر عليه الزمن أخاديده، وألقى على ملامحه، على ملامح وجهه ملامح من التقط من التجهم والعبوس. الابتسامة فارقت شفتيه، لا تزوره إلا لمامة، وذلك عندما يستعيد حلما أو مشهدا، يتذكر مشهدا مرتبطا بالماضي الجميل من الطبيعي، الماضي الجميل المرتبط بالوطن. اليأس كما نرى في المقطع الثاني قد لازم قلبه، حتى باتت العلاقة بينهما علاقة مودة تشبه علاقة جميل ببثينة. هنا طبعا الشاعر يستعين بالتراث، بل الأمر جاوز ذلك، وصل إلى حد التعلق. تخيلوا، هو لا يطيق أن يبتعد عن اليأس لدرجة أنه يبكي على فراقه. حتى النسيم أحس بوجع هذا الشاعر، ولذلك أو بوجع هذا المغترب، فهو يهب عليه بلين ورفق، وكأنه يريد أن يواسيه وأن يشاركه وقد أحس بضعفه. هذا الشاعر تاه في عالم الخيال. هنا نعود إلى ما ذكرته في البيت الأول، هو تاه. الأحلام فاضت عن الحد المطلوب فزاغت به عن درب الواقع، ولذلك تاه وضاع وهو يراود ما لا يمكن أن يبلغ، وهو يراود المستحيل. هذا يذكرني، لعل هذا يذكرني ببيت لشاعر آخر، هو الشاعر إيليا أبو ماضي، عندما قال: لا خلود تحت السماء لحي، فلماذا تراود المستحيل. كلاهما يراود المستحيل، لكن طلب المستحيل عند فوز المعلوف أدى إلى ضياع المغترب، بينما هنا طلب المستحيل لم يغير من حقيقة الفناء. الأمر الآخر، طلب المستحيل عند فوز المعلوف ارتبط بعالم الخيال، بينما هنا ارتبط بعالم الخلود. إذن هي كما قلت يعني فكر يجتمعون تحت ظلها أو عباءتها، وكل منهم يعبر عن فكرته بطريقة ما. كثيرة هي الفكر التي تناولها هذا النص. يمكن مثلا أن نقف على قلة ابتسام المغترب، هذه نجدها في أي بيت؟ نجدها في البيت السادس. لو مثلا ذهبنا إلى غرق المغترب في أحلامه الوردية وانخداعه بالآمال، هذه نجدها في البيت الأول: غمرته الأحلام بالشفق الوردي يغريه بالمنى تعليلا. إبراز المعاناة المغتربة الشابة بمظهر العجوز، هذه نجدها في البيت الثالث. هو على الرغم من أنه في مقتبل الشباب، إلا أنه يبدو وكأنه بلغ من الكبر عتية بفعل المعاناة. هناك أيضا يعني ملازمة، نفرق أيضا بين ملازمة اليأس لقلبه وبين تعلقه باليأس. هو واليأس العلاقة بينهما علاقة مودة، لكن زاد الأمر إلى التعلق في البيت الثامن، لدرجة أنه كما قلنا كان يبكي على فراق اليأس. يعني هذا ما يمكن أن نقف فيه على هذا النص ضمن هذه العجالة. تمام. يعني قبل أن يفوتنا الوقت، أسئلة من الطالب حيدر علي. الأول حول القراءة التمهيدية عموما، يعني سواء كان الوطني والقومي أو غيرها، ما الذي يسأل عنه الطالب في هذه القراءة؟ ثم سؤاله الآخر حول رواية مصابيح الزرق ودمشق بسمة الحزن، ما المطلوب منها؟ يعني هي أنا فهمت أنه قصد الرواية. الرواية حكمها حكم النصوص، نقول دائما هذا الأمر. يعني صح اعتاد الأبناء الطلاب أن يرون أنهم يشاهدون دائما القراءة التمهيدية مطبقة على مقتطفات، ولكن هذا لا يلغي أن النص، نص الرواية هو نص، حكمه حكم أي نص.
سواء دمشق يا بسمة الحزن أو المصابيح الزرق. أما قراءة تمهيدية فيعني تعلمون يعلم الجميع أننا بحسب التوصيف نقول نتعامل دائما معها تطبيقيا تماما أيا كانت في الرواية أو غير الرواية. القراءة التمهيدية ليست قراءة مطالعة ولا يوجد سؤال مباشر عنها نظري على الإطلاق، وهذا يعني معروف في التوصيف منذ أطلقت الكتب. يخطر في بالي يخطر في ذهني إذا سمعت يعني سؤال هنا يمكن أن يستضيء به الطالب، فمثلا لو أتينا بقص بنص النص الأول حتى ما تغفل وحاولنا أن نطبق عليه شيئا من القراءة التمهيدية، فقلنا مثلا من سمات الأدب القومي في هذا النص أو سمة مما يأتي ليست من سمات الأدب القومي في هذا النص، ووضعنا مثلا رفض الاستبداد، فضح جرائمه، الدعوة إلى الثورة على الاستبداد، مواجهة التقسيم والتجزئة. من قرأ القراءة التمهيدية يعلم أن مرحلة التقسيم والتجزئة كانت مرحلة لاحقة في ظل الاستعمار تماما. وأما في عهد العثمانيين فهذا الأمر لم يكن قد حد لما يكن قد حدث بعد تماما. من فهمي للقراءة التمهيدية يمكن أن أجيب، وإذا عدت إلى النص فلن أجد شيئا يتعلق بالتقسيم والتجزئة، لأن التقسيم والتجزئة كما قلت ارتبط بالأدب الوطني. عندما قسم الوطن إلى أوطان، عندما الوطن في المرحلة الأولى كان ينطبق على الجنس البشري العربي، أما في المرحلة الثانية ارتبط بمفهوم الحدود وأصبح الوطن أوطانا وأقطارا، وهنا الأدب تماما ظهر في الأدب الوطني ما هو ما يدعو إلى مواجهة التقسيم والتجزئة. أيضا مثلا لو وضعت بدل هذه السمة مثلا الدعوة إلى محاربة العدو بالعلم، عندما أتى المستعمرون إلى بلادنا أتوا تحت حجة الاستعمار. الاستعمار لغويا يعني إعادة البناء أو الإعمار، لكن كانت حجة، ادعوا أنهم جاءوا إلينا لينهضوا بالعلم وإلى آخره، وكل هذه كانت ترهات وكانت حح وكانت يعني بمعنى أكاذيب تماما. نعم. فأوكي يا أم الحضارة فرتمت تماماً. تجني عليك في جميل جدا. لذلك أنا إذا أردت أن أحارب المستعمر أحاربه بالسلاح الذي حاربني به، هو جاء بحجة العلم فأنا أحاربه بهذه الحجة. العثمان احتل بلادنا لم يحتل بهذه الحجة تماما. لذلك هذه النقطة لا أستطيع أن أطرحها في الأدب القومي، لكن في الأدب الوطني أستطيع ماذا أن أقول المستعمر تماما أحاربه بالعلم. فيعني يمكن هي سمات يعني يمكن أن ترصد، يمكن أن يوقف عليها الطالب إذا لم يقرأ التمهيدية على الأقل، يعني إذا كان لديه شيء من الفراسة من الفطنة يمكن أن يعني أن يستشف ذلك من النص. شأن هذا السؤال شأن بقية الأسئلة. لكن استوقفني سؤال حول أطفال تشرين، يعني من سأل هذا السؤال لم ينتبه إلى التتمة. أنا عندما أقرأ هذا النص أطفال تشرين ما ماتوا، أنا أخبر عنهم، لو أن الشاعر قال أطفال تشرين ما متم فأنا انتقلت إلى خطابهم. لا. لكن عندما قال أطفال تشرين ما ماتوا إذن هو يخبر عنهم. لا. هو لا يخاطبهم تماما. فأنا ينبغي أن أنت بالعكس هذا السؤال يمكن أن يطرح، حول أجري التغيير المناسب ليتحول المبتدأ إلى منادى. هذه نقطة جميلة، يعني ليس هناك تماما ليس هناك ما يمنع الشاعر أن يغير، يعني حتى المنادى العلام يجوز للشاعر أن يعامله معاملة منادى مضاف. أغالية الفدائي الجولان العروبتي. إذن ليس هناك ما يمنع الشاعر. نحن نشكر لأيهم يعني هذا الحرص وهذا الانتباه وهذا الاهتمام وهذه اللغة، ووعدناه أن يكون هناك وقفة تفصيلية أن لم يسمح لنا الوقت، لأن الوقت بقلادنا أقل من 10 دقائق. هي الأسئلة تستفزني الصراحة للإجابة عنها. سيتم الإجابة وأنا سأرى الحلقة في الإعادة أو على الفيسبوك، لكي ربما لم يتسنى لي أن أسجل تفصيليا ما سأل عنه، لكن في عجالة كما قلت، يعني لا يستوي أن تكون أطفال تشرين إلا مبتدأ. الصورة حسب ما أذكر يعني ورق الأشواق، لا يستوي أن تكون الأشواق ورق، فمن يرى أنها بليغ إضافي هذا الأمر هذا المعنى بعيد جدا، فلا يمكن لها أن تكون ورق، ولا سيما أنها ترتكز على أغصان القلب، أن هززت أغصان قلبي بعدما خلعت ثوب الربيع، ثم يتحدث عن ورق. فهنا أيضا هذه مسألة يعني بحاجة إلى تفصيل، سوف نقف عندها تفصيليا كما يعني وعدناه وعدنا المتصلين في يعني متابعة الحلقة في الإعادة، نسجل كل ما لم يتسنى لنا يعني التقاطه أو الإجابة عنه الإجابة التفصيلية. فأرجو أن لا تبتعد دكتور فراس عن الوحدة الإثرائية. جميل جدا، تبقى لكن لو سمحت لي يعني أنا أنظر إلى الأمر من حيث المعنى. أتمنى أن نكمل ما بدأناه كي لا يفوتنا الوقت. سيكون هناك حلقة امتحانية خاصة
نستعرض. نعم. حسن. أيضا لدينا النص الآخر، نص صديقتي، وهو نص جميل جدا. هذا النص للشاعر عبد الباسط الصوفي طبعا، وينتمي إلى الأدب الوجداني. العاطفة الصادقة يعني ما أكثر ما تكون باعثا على التفاؤل وطرد اليأس من النفوس، تستنهض ما في داخلنا من قدرة على الفرح، ليغدو جمالنا الداخلي العين الباصرة لجمال الكون من حولنا. ماذا يقول؟ يقول عبد الباسط الصوفي: صديقتي، لم يبق في عيوننا بريق، لم يبق في ضلوعنا تلهفا عميق، إذن لقد غادر. هو يخاطبها ويبوح لها بمكنونات نفسه. يقول: إن الأمل قد غادر موانئ المقل، وغادر معه الشوق حنايا الصدور، لكن رويدك كأنه هنا يثوب إلى رشده، يعود يتنبه فيقول: ما زال بعض الجمر في أعماقنا، في دمنا، في نبضة الوريد. رويدك ما زال في الأعماق جذوة لم تنطفئ، وهناك في القلب أيضا، ما زال هناك في القلب شيء من حرارة تتغلغل في العروق. رويدك: فما في قلبي هذه الأرض ميلاد الحياة، للشموخ للمدى البعيد ما زالت الأرض تلد الحياة، تخرج لنا روائعها، وما زالت الحياة تعدنا بأن تحلق معنا إلى آفاق من السمو، إلى الشموخ، إلى أفاق من السمو والسعادة، للشموخ للمدى البعيد، للفرح إلى آخره. صديقتي، ما يزال في عيوننا بريق، إذن إن الأمل ما زال يتلألأ في المقل، وما زال الشوق، وما زالت حرارة الشوق تلهب القلوب، فلنمض في طريقنا. فهلم يا صديقتي، هلم يا صديقتي، نراقص الطريق بأفراحنا. قد ينهض الربيع، الربيع في دروبنا، لعل الربيع يشرق من جديد ويملأ دروبنا بعبيره. قد تسقط النجوم في سلالنا، قد تسقط النجوم، النجوم تتلألأ بسامة ترافقنا، هي تسير، هي تمشي معنا، لدرجة أنها لو سقطت لسقطت في سلالنا، إذن هي ترافقنا في دربنا، في طريقنا. قد تسقط النجوم في سلالنا، ونجمع الغيم ونعصر الشفق، فنستمتع بإحصاء الغيوم، ونداعب الشفق بأحلامنا، نستطلع آفاق البحار، نستطلع خبايا البحار، ونستشف أسرار جمالها، فنهدم الليل ونغسل الغسق، فنهدم الليل، إذن فنقوض أركان الظلام، ونزرع النور في كل مكان. صديقتي، قد ينهض الربيع، قد ينهض الربيع، قد يفيق، إذن قد يشرق الربيع من جديد، ويمتد الصباح، يتمدد الصباح على شرفات حياتنا، وتمتد الأفياء كي تظلنا، فتزول كل الحواجز التي تفصل بيننا، ولا نشعر بمرور الزمن، تركض اللحظات، لا نشعر بمرور الزمن ونحن نعيش أجمل لحظاتها. هذا النص يذكرني، هذه اللمسة الحزينة، هذا الشعور الحزين يذكرني أيضا بنص سابق، ولا سيما عندما يقول: فنهدم الليل ونغسل الغسق. نذكر أن نصا للشاعر نفسه ورد في المنهاج القديم، عندما قال في قصيدة أخرى، في تلك القصيدة يعبر عما يلاقيه الريف من ظلم الإقطاعي: واختبأت أسرارنا خلف ضلوع ومقل، والليل، آه الليل في عيوننا ما أعمق. كلاهما أو الشاعر في كليهما رأى الليل رمزا للمعاناة، لكن في النص تحدث عن رغبته في الخلاص، فقال: ونهدم الليل. أما في ذلك البيت فتحدث عن تمكن أو تغلغل الليل من أعماق الفلاحين. هذا بالنسبة للنص، يعني هذا ما يمكن أيضا أن نعالجه في عجالة. يعني هذا النص فيها أيضا تطبيقات بلاغية، يمكن لنا أن نجري بينه وبين
يعني بيت من أبياتي مع بيت آخر موازنة، فيه مشاعر عاطفية، فيه محسنات على اختلافها، يعني قد توجد معنوية وقد توجد لفظية، فيه مهارات يمكن أن يتم التعامل معها صرفيا، فيه مهارات لغوية. يعني بمعنى آخر، ما الذي يختلف عن باقي النصوص؟ لا شيء. لا شيء. المنهجية ما الذي يختلف عن يعني البيت الخارجي عن البيت الداخلي؟ لا شيء. عندما نحصل يعني هذه الإضافة الفكرية البسيطة التي يحملها يعني البيت أو المقطع أو النص برمته إن كان نصا، يعني كما هذه النصوص التي لم تدرس بشكل يعني يشبه النصوص الأخرى من خلال وضع الأسئلة، فإذا المسألة واحدة ولا فرق ولا خلاف، لا فرق بين نص وآخر ولا بين بيت وآخر، ما دام المحتوى يعني الفكري واضح بالنسبة إلينا، لأن المعنى هو طريق، هو طريقنا لكل شيء، طريقنا حتى للإعراب، وإضافة إلى المهارات الأخرى التي نكون قد يعني تمكننا منها، فنجد أن المسألة واحدة بين نص وآخر. وهذا يخرج يعني هي رسالة، يخرج هذا الكلام لأبناء الطلاب من دوامة النص، ويعني السعي والبحث عن النص المهم أو النص المتوقع. هذه المهارات تلغي يعني مركزية أي نص، وتلغي يعني هيمنة أي نص على نص آخر. ما دامت كل هذه النصوص فيها هذه المهارات، فإذا ليست المسألة يعني إلا مسألة فكرية في حدود بسيطة يعني تتناسب مع الوحدة أو مع دور هذا النص في هذه الوحدة، سواء هذه الوحدة الأدب القضائي الوطنية والقومية أو اجتماعي أو وجداني أو غير ذلك. يعني في الحقيقة يعني حاولنا أن نسابق الزمن، وإن كان الدكتور فراس يعني استفاض في البداية، وأنا كنت مع هذه الاستفاضة لتكون يعني دليل عمل بنصوص هذه الوحدة وغيرها، لكن حاولنا أن نضيء قدر المستطاع كي يكون لنا لقاء آخر، يعني جلسة تتم لما بدأناه، جلسة يعني بمعنى أنها امتحانية، وكل جلسات هذا الشهر هي جلسات امتحانية، ليجاب تفصيليا على الأسئلة التي وردت، وكما قلت في الإعادة لنا يمكن أن نعيد ونسمع ما لم يتم التقاطه من خلال الاتصال المباشر، والإجابة عنها وعن كل ما يمكن أن يرد وكل ما يمكن أن يشغل بال أبناء الطلاب ضمن الحدود كما نقول المدرسية. يعني نحن لا نسلم الأبناء الطلاب للخلافات ولتنوع المدارس وتعدد المدارس، ونحن نقول يعني تعدد الإجابات الصحيحة هو لمصلحة الطالب، ولن يخسر الطالب شيء، لكن بالمقابل لا نرهق الطالب فيما هو خارج الحدود المدرسية. لذلك نحن نقدم دائما إضاءات تعزز مهارة الطالب في التعامل، ولا نذهب في الاستغراق في الجوانب يعني التي هي جوانب يعني اختصاصية مغرقة، قد كما قلنا تشتت في بعض الأحيان. فنحن نبقى في الحدود المدرسية المعتادة، وسنجيب كما قلنا عن كل الأسئلة التي وردت والتي قد ترد على الخاص والتي قد ترد في الحلقة القادمة. وكما نقول ما دامت الحلقة موجودة يمكن من خلال التعليقات طرح سؤال، وسيتم الإجابة حتى ولو بعد مرور يعني زمن على عرض الحلقة. كل الشكر لكما زميلي الكريمين الدكتور فراس عبد الحليم المشرف الاختصاصي لمادة اللغة العربية في التربية اللاذقية، والآنسة شكرا لك الآنسة جمانة توفيق عمران مدرسة مادة اللغة العربية في تربية حمص، والشكر لكل من أسهم في إنجاز هذه الحلقة، وللمتصلين أيضا الذين أغنوها أيضا باتصالاتهم وبأفكارهم وبمساهماتهم. نودعكم على أمل لقاء بكم من جديد، دمتم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.